وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي وأنا مخضب بدمي وأقول يا جد يا جد قتلني أبو بكر وعمر لعن الله عمر لعن الله عمر لعن الله عمر يا صاحب يا ناس يا ناس أو بعدما جرى على الحسين عليه السلام حرج في قول الحق أو بعدما جرى على الحسين حرج في قول الحق وتسمعون ما يجري أعزت عليكم أنفسكم والحسين عليه السلام لم تعز عليه نفسه ولم تعز عليه حرمة عياله أتدعون اتباعه ورضيتم لأنفسكم أن ترزقوا الحياة ويكون همكم أموالكم وأولادكم ما الذي سيكتب في سجلكم أن فلاناً أكل وشرب وصام وصلى وبكى ونام أيكفيكم هذا لجوار نبيكم وآله الأطهار إذا قلت نعم فلا تستمع لما أقول من الآن بل لا تستمع لمقتل الحسين عليه السلام لأنك لم تدرك معنى تضحيته فكأني بك داع بلا عمل فرام بلا وتر تقول لا أعمل فأتعنى بل أجلس فأتمنى وهذا ليس حصنا والقرابة ليست حصنا والمال ليس حصنا والنسب ليس حصنا ونظرة الناس ليست حصنا رضا الله حصن شفاعة الحسين حصن وأنا يشفع لكم ولستم على دربه درب الحسين هو درب التضحية هو درب رفض الطغاة درب تقديم الدين على الدم هو درب آدم هو درب نوح بل درب سائر المعصومين صلوات الله عليهم لكن كيف نصنع بقوم والله لو أحرقوا الكتب للدفء لكانت أنفع لهم مما هي عليه اسمعوا وعوا إن لم تقرأوا قالت الزهراء عليها السلام قاتلوا أئمة الكفر قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه والله لأخاصمن أبا بكر وعمر إلى الله تعالى وإني أرى أبا بكر في سدف النار لا غفر الله له قال سيد الشهداء لعمر انزل أيها الكذاب عن منبر أبي قال السجاد عن أبي بكر وعمر كافران كافر من أحبهما قال الباقر عنهما ظالمين غادرين قال الصادق عليه السلام أبو بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدونهما وهلم جرا